فاش بدات الفاجعه ما توقفت، بقيت تنجهد حتى داك الشيء. شعلت الفلاش ديال التليفون، ما بقات تتبان ليا حتى حاجه مع الغبره. بقيت شويه حتى دازت ديك الغبره، جيت نقلب على بناتي. جيت لبيت باش نعشي بناتي ومراتي واختي، بقيت تنعيط وتندير ودني تنحس زعما واش كاين شي حاجه ساعه والو. جيت للبيت ديال الوالد والوالده، شي واحد فيهم لقيت فيه مازال شويه الروح، تنعيط بابا وامي، وشي واحد مع داك تسمعني ترد عليا شويه، ماشي تيهضر ولكن بداك الصوت يعني هو تيسمعني، ولكن ما قدرتش ندير شي حاجه. واش ضاعوا عليك وليداتك ولا والديك؟ شنو ضاع عليك انت؟ 11 واحد، جوج بناتي ومراتي، اختي، خويا ومرتو، وثلاثة د الولاد ديالو، المجموع با وامي، المجموع 11 واحد. من بعد دزت البيت خويا تنعيط حتى هو ومراتو والو. صافي عرفت بلي ما عندي حتى شي حل. مشيت عند واحد الجار تما قريب ليا، حررنا بنتو ومرتو، وجيت عند الجار الاخر حررنا فيه واحد المراه وحيدنا مراه اخرى كانت ميته الله يرحمها. صافي هادشي اللي كاين.